أخي ستور ما شفت منه. الله معكم، إن شاء الله بالسلامة. بوسي بوسي يا أختي. يلا الله ييسر لك دربك. إيه الله يرضى عليك يا رب. فريحة شو ما أجت كلتو؟ عم تزبط الغرفة جوا. شو هالحظ اللي قلنا؟ والله أنا ماني مرتاحة هيك، كأنه نحن أجينا وأنت بدك تروحي. مو مشكلة لك بنتي، ليكي عم بستنى زيارتكم لعنا. طبعا. إيه حبيبتي زهرة، استري ما شفتي منا. الله شو هالحكي هذا. الله يسامحك. أنا رح وصل عمتي ومن هنيك على الشغل، والمسا رح أتأخر. لا تستنيني أنت نامي. إيه لا أنا ما رح نام لحتى تجي. فريحة خدي. ليكي هذا سبب مشاكل كتير بيناتنا، ما بدي نزيد المسافة بيناتنا أكتر من هيك. هو بيعني لي كتير بقيمته المعنوية، بس طالما جوزي حبيبي بجنبي فأنا ما بتفرق إذا كان الخاتم بإيدي ولا لا. يسلم.